يا هلا ويا مسهلا ما لا حبار قن في غمامة وسالت الوديان من سلاه ومن قوة غشينا مكتفي هالعود الأزرق من يمن الحد شامة أجود الأنواع من شان النشامة مشترينا. مرحبا والله يحييكم على فراش الكرم عندنا ولا الثمينة عندنا تلقى الثمينة. مرحبا كبر طويق معسره وما تهمه من تبوك يا الرياض يا الرياض يا المدينة. يا هلا ويا مسهلا ملاحي برق في غمامة وسالت الوديان من سلا ومن قوة غشينا. مرحبا والله يحييكم على فراش الكرامة عندنا ولا الثمينة عندنا تلقى الثمينة. مكتفي هالعود الأزرق من يمين الحد شامة أجود الأنواع من شان النشامة مشترين. واسمحوا لي يا رجاجيل المعرفة والشهامة ودي يمدح واحد لو ما مدحت خبرين. واعتقد يا الناس سمي إلا الذي تسعيني قامه ما يغضنا ولا يصدني وجهه واردين. مرحبا والله يحييكم على فراش الكرامة عندنا ولا سمينا عندنا تلقى سمينا. من هو أنا أقول لكم والرقم مدفوع بعلامة يبقي الله راس أبو خالد ويرحم والدينا. الرفيق مبارك اللي من نباه ومن مقامه الوفا مالي سماته والصخام رخيدينا. جاذبه عود عسى الجنة مقره وانسجامه يا عسى يوم النشر يحمل كتابه في يمينه. مرحبا والله يحييكم على فراش الكرامة عندنا ولا سمينا عندنا تلقى سمينا. يا عسى هالشجرة اللي ما تجي فيها انصرامة يا لعل النادر اللي مثلهم تبطي سنين. عيشي يا راسي ومن فوقك عقالي والعمامة واعرف ان جنوبك الاحصوني وضلوع متينة. واحترام الافضلية تعطي الشخص احترامه وابني ادم ما به الا طيبه وخلقه ودينة. مرحبا والله يحييكم على فراش الكرامة عندنا ولا الثمينة عندنا تلقى الثمينة. والبنا خيلة رفع راسك بفعله وبكلامه إن بغيت تحب خشمه وإن بغيت تحب عينه. جايز فيها المديح وفيه مجيك الملامة حتى والله لو تعرض لك سوالف حاسدين. والوفي يبقى وفي منه إلى يوم القيامة والردي مهما يطيب الناس مظهر تنخزينة. كان ما هي طبعي وقبل اعترافك السلامة عادة الترهيم يفضح بديكم يا مراه.